مزاق الهمامي رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي، اهلا وسهلا بك على جريده انفستيرون تونيزي. مرحبا بك سيدي وبجريدتكم وبشبابكم. شكرا. سي عبد الرزاق، نحب نعرف شنو اهم الاهداف تاع المسيره المشتركه للاحزاب الاتحاد من اجل تونس، وعلاش اخترتوا باش تتنظموا الاحزاب الخمسه لاول مره في نفس المسيره؟ الحقيقه هو هذا تاكيد لضروره وحده التوانسه المؤمنين بمستقبل تونس التقدمي الديمقراطي، المؤمنين بمواصله النضال من اجل تحقيق اهداف ثوره تونس. اليوم ذكرى عزيزه علينا، اهبطنا في 9 افريل وفاء لشهداء تونس، تأكيدا لحقنا في التظاهر. تعرفوا اللي عملناه منعنا وتضربوا الناس بالمطراك وباللاكريموجين باش ما يتظاهروش. السنة الحق ذا كان أكدوا عليه باش ما يتفكش منا، وكذلك نأكدوا على أن تونس يلزم المعاني متاع الوفاء لتراثها والنضال أبنائها، يوحدها من أجل مستقبل باهي لتونس، يوحدها من أجل كذلك التصدي للعنف والتصدي لأي محاولة نتاع عودة الاستبداد. احنا اليوم موجودين باش نأكدوا وفائنا لشهدائنا، باش نأكدوا التزامنا بالمضي مع شركائنا في الاتحاد من أجل تونس، والجبهة هذه قاعدة تقوى، واليوم عملت ممارسة مشتركة رائعة اللي هي المظاهرة المشتركة للأحزاب الخمسة. نتمنى أن يتجسد ذلك أيضا في خطوات أخرى توحيدية لكل القوى الديمقراطية باش ننقذ تونس من الوضع السيء اللي هي فيه. سعد الوزير، آخر سؤال نحب نعرف، لماذا لم تستجب الجبهة الشعبية حقيقة لطلب الاتحاد من أجل تونس من أجل تنظيم تظاهرة مشتركة بمناسبة 9 أفريل؟ هذا سؤال يوجه لرفاقنا في الجبهة الشعبية اللي هما أحرار. احنا وجهنا الدعوة وهما اختاروا أن لا يكونوا معنا، السبب لديهم هم. وعلى كل حال احنا في كل الحالات سواء استجابوا ولا ما استجابوش، ديما عندنا شعار قار هو توحيد كل القوى الديمقراطية. شكرا لك. عيش.